عسلامة ومرحبا بكم في قناتي أغي غورمون باي سنه. سنه كالعادة تودكم بشيوي دمنان سهلين مهلين ويحضروا في رمشتين. شيوة اليوم هي سابلي بالفيكيا والمعجون والنيوتيلا. يا سلام، تابعوني وقيدوا المقادير. السابلي اليوم باش نستحقوا 375 غرام فارينة، ملعقة ونص متاع قهوة خميرة حلويات لوفيغ شيميك، 210 غرام زبدة، 100 غرام سكر، ماهوش سكر محور، سكر عادي، زوز أبيض عظم، ثلاثة أصفر عظم، وشوية فيكيا مهروشة. أنا هوني أخذت شوية فستق وشوية لوز أبيض مهروشين، تنجموا تعوضوهم بالبفلوة وإلا باللوز الأحمر، كل واحد وشنو عنده في الدار. نتعديو للبريباراسيون، وأول حاجة باش نركثو السكر والعظم. تركضوهم شوية حتى لين يبيضوا، ونضيفوا لهم الزبدة. الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة. نضيفوا للفارينة الخميرة، نخلطوهم ونضيفهم تدريجيا للخليط السابق. نخلطوا كامل المقادير بأطراف الأصابع حتى لين تحصلوا على بول تكون طرية وباهية. ناخذوا الطبق متاعنا ونحطوا عليه ورق الطهي ونشكلوا كويرات صغيرة توزن ما يقارب 25 غرام الكويرة. نحضروا كويراتنا الكل، نغطسوهم في أبيض العظم وبعد في الفيكيا. كملوا، تحاولوا تعملوا حفرة صغيرة في كل كعبورة بالمغرفة ولا بسبعنا باش نجموا بعد نحشيوها بالنيوتيلا ولا بالمعجون. تكملوا تحفروهم بيديكم، ومن بعد نسخنوا الفور على 170 درجة باش ندخلوهم في فور سخون مدة 5 دقائق فقط، ومن بعد نعاودوا نحفروهم شوية بصوابعنا باش نجموا بعد نزينوهم بالباهي، ونكملوا لهم الكويسون بتاعهم مدة 15 دقيقة على 170 درجة. للزينة انا اخترت اليوم معجون رمان عملته بالفاكيا، النيوتيلا اللي يحبوها برشا الصغار والكبار زيدا،
ومعجون المشمش البنين ويعطي منظر ملقم زينه. هذو ما كعبيتي بعد ما دخلتهم 5 مينوت عاودت حفرتهم شويه بيديا وعاودت رجعتهم للفور مده 15 دقيقه، خليتهم يبردوا شويه وزينتهم بالنيوتيلا وبالمعجون. وهذو ما كعبيت السابلي متاعنا حضروا مزيانين محليهم بريزنتابل حلو متعتي يجي في كل قاعدة في العشوية ولا فطور الصباح ولا الجوتي متاع الصغيرات سيغتو بالنيوتيلا ما يقعد حتى كعبة في الصحن. هذه حاجة أكيدة. إن شاء الله تكون غسيت اليوم عجبتكم. نستنى تصوركم المزيانين على قناتي أو على جروب فيسبوك وتخاري كورمان بيسناء. ما تنسيوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديدي الكل وتبارتاجيو الفيديو باش تحصل الفايدة للناس الكل. وكالعادة تلقاو المزيد من الوصفات في كتابي شهيوات فوتخاري غورمون بايسانة اللي موجود في تونس في كامل ولايات الجمهورية وكيف كيف ديسبونيبل على الاترانجي. تبعثولي لي كوردوني متاعكم ان بريفي على الفيسبوك. تلقاو كامل نقاط البيع في صندوق الوصف. مرحبا بكم الناس الكل. نستنى تشجيعكم ونقولكم أبيانتو في الشهيوة ابنينا. وما تنسيوش مع الشهيوة تتفنن وتبنن ومع اللي غورمي عيش أحلى الأوقات. نحبكم برشا.